فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا اشترط صاحب المال أن تكون الخسارة بينه وبين العامل وقد رضي العامل بهذا الشرط، فهل هذا العقد صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الخسارة على رأس المال، خسارة على رأس المال، والربح بينهما على ما شرطاه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.